صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 12 لسنة 2024 بنقل وتعيين مدراء في معهد الإدارة العامة، وذلك بناء على عرض مدير عام معهد الإدارة العامة جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد يوسف عبد الله أحمد بوتشيري مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في معهد الإدارة العامة ليكون مديرا لإدارة تطوير الأعمال بذات الجهة. المادة الثانية: يعين في معهد الإدارة العامة كل من السيدة مريم فؤاد عبد الرحيم كمال مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية، السيد أيمن يوسف حسن سلمان مديرا لإدارة التعليم والتطوير.